وكان عمر رضي الله عنه يكرم الحسين حتى انه جعل عطاءه من بيت مائل المسلمين كعطاء ابيه 5000. وقد ذكر الذهبي في السير قصه جرت بين عمر وبين الحسين وصحح اسنادها. كذلك ذكر ابن حجر في الاصابه وصحح اسنادها، وهي ان عمر رضي الله عنه كان يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء الحسين وهو صغير فقال: انزل عن منبر ابي واذهب الى منبر ابيك. فقال عمر رضي الله عنه: ان ابي ليس له منبر. فقام عمر رضي الله عنه ونزل من المنبر مع الحسين، ثم قال: وهل انبت شعور رؤوسنا الا الله ثم انتم؟ وهذا كله من باب اكرام ال بيت النبي عليه الصلاه والسلام.